السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أساتذتنا وباحثين الأكارم. الكثير من التدريسين والباحثين يسأل عن كيفية إدارة صفحته على جوجل سكولر من حيث إضافة البحوث التي لم تضف بشكل تلقائي، وهذا قد يحدث بسبب عدم وجود نظام موحد لكتابة أسماء الباحثين بالنسبة لمختلف المجلات. فبعض المجلات قد تكتب الاسم الأول للباحث كامل ثم الاسم الأخير أيضا كامل، لكن في بحوث في مجلات أخرى يكتب الاسم الأول بشكل مختصر، يعني الحرف الأول متبوع بنقطة ثم الاسم الثاني كامل. فقد في بعض الأحيان تحدث مثل هذه الحالة، ويجب حينئذ إضافة البحث بشكل يدوي. نتعرف في هذا الفيديو على كيفية إضافة البحث الذي لم يضف بشكل تلقائي بشكل يدوي. بداية ندخل على صفحة الجوجل، نبحث عن جوجل سكولر بهذه الطريقة، جوجل سكولر، نضغط على هذا الرابط فراح تطلع لنا هذه الصفحة. طبعا هنا ينبغي أن نعمل تسجيل دخول حتى أدخل على صفحتي الرسمية، أو إذا هاي ساين إن بالإنجليزي أو تسجيل دخول باللغة العربية، فأضغط على هاي تسجيل دخول. طبعا هنا أنا خازن إيميلي، أنت راح يطلب إيميلك وباسوردك، راح تدخل إيميل وباسورد، الإيميل الجامعي أقصد. بعدها راح تدخل على هذه الصفحة. طبعا انت تذهب الى ماي بروفايل، هاي هنا عندي ماي بروفايل، من اضغط على ماي بروفايل راح تطلع لي الصفحة الرسمية الخاصة بي. هنا طبعا تكون معرفة من verified email at coagri على هذا الرابط. طبعا مو شرط هذا خاص بجامعة بغداد، قد يكون انت عندك كلية اخرى او جامعة اخرى فراح يختلف هذا الرابط. على كل حال فدي شوف هاي البحوث مضافة، فرضا انت لقيت بحث انت مسويه لكن ما مضاف عندك في هذه الصفحة. فاول شيء تسويه راح تروح على هاي علامة الزائد، هاي الموجودة هنا امامك، راح تضغط عليها، راح تلقى عدة خيارات. اللي يهمنا اليوم هو هذا Add Article Manually، يعني اضافة بحث بشكل يدوي. راح اضغط عليها. كل اللي يطلبه من عندي شنو؟ انه يطلب من عندي انه هل هذا هو بحث، يعني بحث في مجلة علمية أو في كونفرنس في مؤتمر أو تشابتر، يعني جزء من كتاب أو كتاب أو أطروحة أو براءة اختراع أو قضية، يعني كيس مال هاي يستخدموها في القانون على ما أظن، كورت كيس أو شيء آخر ربما يكون. فتجي تختار منه، عادة نحن نختار جورنال أرتيكل أو كونفرنس، يعني حسب أو بوك، يعني حسب انت الموجود عندك. مثلا انا عندي بحث اختار جورنال، طبعا يطلب مني اسم البحث، هذا هنا اكتب اسم البحث، طبعا يكون ينبغي ان يكون مضبوط، يعني تجيبه كوبي بيست من البحث مال الموجود مالته. واسماء الباحثين، اسماء الباحثين هنا طبعا ايضا تجيبها تقدر كوبي بيست، لكن يفضل مثل ما هو كاتب لك هنا، يعني مثلا خلينا نقول الاسم الاول فارزه، الاسم الاخير هاي فارزة منقوطة. طبعا هاي معلومات الباحث الأول. الباحث الثاني تفصل معلوماته عن الباحث الأول بفارزة منقوطة، فتكتب الاسم الأول للباحث الثاني فارزة، الاسم الأخير للباحث الثاني فارزة منقوطة، الثالث فارزة منقوطة، الرابع، وهكذا. هنا تكملهن أو تجيبهن كوبي بيست، لكن تفصل بين واحد وواحد بفارزة منقوطة. على كل حال بعدين هنا publication date اللي هو يعني تاريخ النشر، اما يكون كامل شهر يوم شهر سنة او شهر سنة او فقط السنة تكون كافية. اسم المجلة ايضا باللغة الانجليزية هنا يكون كامل مضبوط يعني، والمجلد والاصدار الفوليوم والايشو والبيجز والببلشر، هاي يعني مو ضروريات لكن ذني الايشوز والفوليوم والجورنال ذني كلها ضروريات. بعد ذلك ما كملت هنا راح تضغط هاي علامة الصح، هنا راح ينضاف عندك البحث بشكل تلقائي، يعني بشكل عفو يدوي. زين،
اذا اني ما اريد ادوخ نفسي بهاي الامور، اكو طريقه ثانيه، انه هاي اضغط على علامه الزائد هاي نفسها، احنا مختارين هاي اخر شيء، راح اجي اقول اد ارتكلز، اد ارتكلز، هذا الخيار الثاني. هنا اللطيف بالموضوع انه انت راح تبحث انه اسمك، طبعا انت تدري هو مكتوب بطرق متعدده تختلف من بحث الى بحث حسب المجله اللي انت ناشر بيها. فمثلا هسه اني امير الاحمدي، في بعض البحوث ربما اسمي مكتوب هالطريقة هاي الموجودة أمامكم، لكن في مجلة أخرى لسبب أو لآخر قد يكون مكتوب بهالطريقة. فأني أكتبه بهالطريقة أول شيء وأقول له سيرش، راح يطلع لي جميع البحوث. هسه هذا البحث تابع لي، لكن أنا ضايفه كاتب إن بروفايل، يعني مضيوف هذا أوريدي. هذا أيضا بحث أيضا مالتي طلع هنا، يقول لي أوريدي موجود هذا البحث. زين، إذن هذني لو كان البحث غير مضاف راح يطلع بهالطريقة هاي. طبعا ذني مو البحوث مالتي، فواحد المفروض يكون حذر، يعني مو يجي أي بحث يشوفه رأسا يخلي صح صح، لا، هذا يصير بنوع من سلب حق الآخرين، لأنه هاي البحوث هي مو مالتي، لكن جوجل اعطاني احتمالية أنه يكون هاي البحث مالتي. دي يسألني يقول لي هاي البحوث ترى احتمال هي مالتك، فهل هي هاي البحوث إلك؟ فأني أجي أقرأ البحث، أنا طبعا أعرف بحوثي، إذا هذا البحث أنا مسوي أنطيه هنا صح، هذا البحث أنا مسوي أنطيه صح، هذا أنا ما مسوي مثلا، هذا مسوي أنطيه صح. لكن أنا هسه أعرف إنه هاي البحوث اللي كلها مو إلي، فأني ما ممكن أنطيهن صح. إذا شفت واحد من ذني البحوث اللي غير مظللة، هسه ذني شوف مظللة، هذا غير مظلل، هذا غير مظلل، هذا غير مظلل، هذا مظلل. مظلل يعني مضاف اوريدي، غير مظلل يعني غير مضاف تريد تضيفه، فانت اللي عليك تسوي انه تشوفه تشيك انه هذا بحثك لو مو بحثك. اذا كان بحثك راح تعطيه علامه صح، واخر شيء ورا ما تخلص تضغط هاي الصح اللي باللون الازرق. طبعا هنا اكو بعد، يعني هنا الصور تقدر تتصفح، اكو غير صفحات، شوف طلع لك الصفحه الثانيه ايضا بها هاي، يعني يتوقع جوجل انه هاي لك البحوث، لكن ذني كلها مو الي، لاني البحوث كلها ضايفه فاتجاوزها. شوف، فذني الصفحات كلها انت اذا عندك بحث نقص تقدر بس مجرد تكتب الاسم وتدور عليها بذني البحوث اللي يعني يظن الجوجل انه ذني قد تكون بحوثك. هاي الطريقه بعد ما يحتاج انت تضيف عنوان البحث وتضيف شو اسمه، بس مجرد تتصفح وتشيك، واي بحث خاص بك تحط علامه صح. زين، تنزل هيك الاسفل الى تخلص. في هنا عندي خلصت هاي، او بعد يمكن اكو الصور. فهاي طريقه، مثلا اكتب اني اكو ادري بنفسي اكو مثلا عندي مجلات ناشره اسمي بهالشكل هذا، اي نقطه الاحمدي، اعطيه سيرش، راح يطلع لي ايضا بحوث بها، طبعا مو شرط هي اي الاحمدي، قد تكون اسم مقارب، يعني هسه هذا اي اس الاحمدي مثلا، تلاحظ شلون؟ هنا مثلا اي ان الاحمدي، زين كلها مو بحوثي، لكن شنو يعطيك فد احتماليه حتى انت تقعد تدور. اذا تريد بالضبط مثلا، فرضا انا اريد امير الاحمدي، مثلا امير الاحمدي، يمكن اتصور اقدر انطي علامه اقتباس فياخذ لي كما هو حتى لا يدوخني بالبحث. شوف هسه هنا خلينا نشوف، بالله شوف طلع لي فقط 8 بحوث هنا بعد ما اقدر، بينما ما كتبت لامير الاحمدي بدون علامه اقتباس يطلع لك اي بحث به كلمه امير، واي بحث به كلمه الاحمدي، واي بحث به كلمه امير الاحمدي. فهنا راح يصير عندك كميه هائله من البحوث تدور بها. فانا هنا حصلت قلت له لا، اريد فقط ما بين علامه الاقتباس كلمتين سوية موجوده امير الاحمدي، طلع لي ذني البحوث. زين، طبعا هي شوف ذني هسه ما موجود اسمي بيها، لكن شنو قد يكون اذني مجلدات يعني من ضمن هالبحث مالتي، فاني ما اقدر اختارهن ذني. على كل حال زين، خلينا نجي نكتب غير شيء، نكتب اي، هاي علامه اقتباس اي نقطه الاحمدي، شوف شيء طلع لنا. لاحظ هنا ايش قلت، طلع لي ايضا هنا كميه من البحوث تكون اكثر. ليش؟ لانه حرف الاي هوايه، اكو حرف اي، يعني ربما احمد الاحمدي او امجد الاحمدي، الاحمدي مو شرط امير. فهنا طلع لي مجموعه من البحوث، فاني علي اجي اشيك واشوف هل هذا البحث مالتي او لا، بعد ذلك اضغط علامه صح، او اذا اريد اطلع منها. فهنا هسه تعلمنا احنا طريقتين،
انه شلون تضيف البحث مالتك، اما تضيفه بشكل يدوي اد ارتكل مانيوالي بهالطريقه هاي، اللي اني لازم اكتب البحث العنوان واكتب الباحثين والببليكيشن ديت اللي هو تاريخ النشر والمجله والفوليوم والايشو، واضغط بعد ذلك صح. هاي طبعا بحث بحث لازم هيك بهالطريقه اسوي. هاي الطريقه شويه متعبه لكن هي تكون ايضا كخيار موجود ودقيق. الطريقه الثانيه قد تكون ايضا متعبه لانه انت راح تظل تدور وتشوف انت بحثك وين موجود. فبهالطريقه البحوث مالتك كلها راح تنضاف، واذا بيها سايتيشن هنا راح يذكر لك السايتيشن مالتها، وبهالطريقه راح تتلافى اي نقص قد يكون موجود بصفحتك. فتحياتي لكم وادعو لكم بالتوفيق والصحه والسلامه.